بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة نو أرت. إن شاء الله درس جديد من دروس لوميوم بالعربي، هنكمل مع بعض المجموعة بتاعتنا إن شاء الله الأدفانسد بقى، وبنتكلم على حاجات كده كل شوية نخش في مواضيع تفاصيل أكتر. يعني النهاردة الدرس بتاعنا هيكون عن اللاندسكيب. تقول لي إيه ده؟ أدفانسد إيه ده؟ أنت رجعتنا للتالت درس. لا، لاندسكيب بس بطريقة جديدة كده حلوة أوي. يعني في ناس بتبقى نفسها مثلا، انتوا فاكرين لما كنت انا عامل الجزيره بتاعت اينو قبل كده، او ان انا مثلا ممكن ارسم لوجو معين واطلعه او احفره في المكان او اجيب لاند سكيب بطريقه معينه. طيب في احد الناس كان بيكلمني النهارده بيقول لي هو احنا ينفع نحط مكان تضاريس معينه للمكان؟ والله لو انت عندك الصوره بتاعته انا هقول لك تعملها ازاي دلوقتي. طيب لو انا عندي لوجو معين او شكل معين او رسمه جبال بطريقه معينه، هل ينفع اجيبها اصلا من بره واضيفها هنا في اللاندسكيب؟ اه بص يا سيدي، انت لو دخلت عندك في اللاندسكيب وجبت الحته بتاع الهاي ديت هاي تير، حتى عندك الجزء ده زي ما انت عارف احنا لو قللنا البراش كده فالجزء ده بيبدا يعلي في اللاندسكيب، والجزء ده احنا قلنا قبل كده بيبدا ينزل يعمل لك حته زي البحر والكلام ده كله، وانت عارف ان دي بتخلي الجزء يبقى الى حد ما حتة حيطة كده، طبعا عشان احنا حيط زي كده، بحيث ان انت لو هتحط مبنى هنا يبقى الحتة دي مستوية يعني دي، والمكان ده بيقعد ينقرش كده شوية حتة. اوبا لا ده عشان استنى عنده يا كابتن، وانا البرش القوة بتاعتها عالية قوي، فانت لو صغرت البرش وبدأت ان انت تشتغل كده هتلاقيه بيبدأ يكسر لك ويعمل نويز كده في الأرضية نفسها. ولو انت عاوز بقى تنعم الدنيا فعندك السموث ده بيبدأ يسيح لك كده الحاجة وينعم لك أي حاجة من دي. طب هو أنا بقى لو عاوز أعمل ماب بطريقة معينة أعملها إزاي؟ يعني أنت هنا عندك حاجة اسمها فلاتن لاندسكيب ماب، يعني إيه؟ ارجع تاني زي ما كنت. طب إيه اللود لاندسكيب وإيه السيف لاندسكيب؟ بص يا سيدي، هو إحنا لو عملنا هنا لاندسكيب جيت كده أنا حفرت ببرش قوية شوية ورحت عامل حرف الإتش مثلا، بص هنعمل مثلا مكان كده، نعمل مثلا حرف ال H ده كده، أبعد ليه كده ما أقرب شوية، وبدأت إن أنا أحفر مكان على شكل حرف ال H ده بس يكون بقوة أعلى شوية، أكبر البراش سنة، طبعا أنا بلعب في مساحة كبيرة أوي فالجهاز إيه هيتشل مني يعني. خلاص أدي مثلا حرف ال H اللي إحنا حفرناه. وبالتالي انت لو جيت بقى شغلت المية وقلت لها والله انا عاوز اشغل المحيط ده ونزلناه سنة، فاحنا عملنا المكان اللي على شكل حرف الاتش ده. اه طبعا هتنعم والكلام ده كله، بس فرضنا ان انت نعمت الحاجات دي كلها وعجبك اول شغل ده كده، والله عاوز تعين البتاع دي عشان هتشتغل بيها في مكان تاني، انت ممكن تعمل حاجة اسمها سيف لاندسكيب ماب. طب لما يجي يبدأ يعمل لك سيف هنطلعها على الديسكتوب في اللاندسكيب وهنسميها اينو مثلا لاندسكيب، ممكن اتش مثلا، حلو كده، ولكن هو عاملها دي دي اس، دي دي اس الاكستنشن بتاعها، فهنقول سيف وهنبدا ان احنا نعمل بلاتن اهو خلاص. طب انا لو عاوز اجيب بقى الاتش دي تاني هعمل لود لاندسكيب، طبعا الكلام ده انت اتعلمته معايا قبل كده وكان بالنسبه لنا كلام سهل. طب هو ايه درس النهارده بقى؟ ما انت كده وقلت نفس القديم بالظبط صح كده؟ طب تعالى اقول لك على حاجه حلوه بقى، خلينا نفتح الفوتوشوب، وقبل ما الفوتوشوب يفتح انا اقدر احط هنا صوره، اي صوره انا عايزها بالتفصيل ده، ولكن الفرق التباين ما بين الاسود والابيض هو ده اللي هيطلع او ينزل الحاجه. يعني ايه؟ يعني انا النهارده لو جيت كده في الفوتوشوب، طيب هنعمل الموضوع ده ازاي؟ اولا انا ممكن افتح صفحة مثلا، انا هنا كنت عامل مثلا صفحة بالفوتوشوب كلها اسود ومحفور فيها كلمة هاني بالابيض، او انا راسم بالبراش كده كلمة هاني بالابيض. طب انا بقى رحت اللوميون اهوت، ادي اللوميون، وقلت له هنا في اللود لاندسكيب، طبعا هو هنا جايب لي اللاندسكيب بس. طيب ركزوا في الحته دي، هي حاجه تافهه قوي بس والله اتسالت فيها كتير جدا، هو بس ال ان اس هو اللي ينفع ان انا اشوفه
يعني السؤال ده سألته في ايه؟ واحد جاي يدخل ماتيريال فدخلها صورة، بعد ما دخلها صورة جاي عشان يدخل فيديو بيقول لي بس اللوميون عندي ما بيقبلش الفيديو. واحد تاني جاي بيقول لي انا دخلت فيديو وبعد ما دخلت الفيديو ما بقاش يقبل غير فيديوهات. بص كده انزل تحت كده، هي الموضوع حاجة يعني لوجيك خالص، بس يعني خلينا نقولها وكأنها يعني لو فعلا مش واخد بالك منها. هنا اختار الاكستنشن اللي انت عايزه، عشان كده انا ليه بقول لك هي دي اس يعني ايه، فديتك في ايه كده يعني يا سيدي، عشان انت لو عاوز انت حافر لاندسكيب بمزاجك وانت عامل لها سيف فاعرف انها اخرها DDS. ولكن لو انا عندي صوره معينه، انا هون بص ايمج فايل، انا عاوز كل حاجه، كل حاجه دي انت دايما لازم تبقى واقف عليها، هيجيب لك صور فيديوهات اي حاجه. فلو انت كنت في خامه ولقيتها ما بقاش يشوف غير الفيديوهات، انت تحت معلم على الموفيز بس، على الام بي 4 مثلا. لو انت ما بقاش يشوف غير الصور فانت معلم على الجي بي جي بس. او انت جيت كده ورحت قايل له بص انت شايف انت هنا الدي دي اس موجود، انا لو جيت هنا ورحت قايل له الجي بي جي ما بقاش شايف غير الجي بي جي بس. طب لو انا جيت قلت له والله انا مش عاوز اشوف غير البي ان جي، قال لي مفيش حاجه اصلا. فانت هتيجي تروح على الديسك توب وتفتح اللاندسكيب تقول يا البرنامج ده مش قابل الصور بتاعتي. يا سيدي لا، انزل الاول وبص شوف انت واقف على ايه. انت واقف على التي جي اي، واقف على البيت ماب الفوتوشوب، واقف على البي ان جي، على الجي بي جي، واقف على التي اي اف اللي هو فايل بقى بيبقى كواليتي عالي قوي بتاع الطباعه ده. خلاص قول له، قول له ايمج فايل او اول او كل حاجه، فهيجيب لك الحاجات كلها. فانا مثلا عامل، خلينا نبدا بس، انا كانت دي نقطه قلت ان انا اقول لك عليها عشان فعلا اتسالت فيها. هناخد الصوره الاولانيه احنا قلنا عاملينها على الفوتوشوب اللي اسمها هاني، ارضيتها سوداء ولكن هاني بالابيض. طيب هو انا لو رجعت كده اطلع فوق هتلاقي الابيض هو بقى اعلى حاجه، الابيض بقى اعلى حاجه، فعمل لي جبال على شكل كلمه هاني، والاسود هو الارضيه، يعني الاسود هو تحت والابيض فوق، يبقى ابيض فوق ده اعلى حاجه، اسود ده تحت، فعمل جبال على شكل كلمة هاني. فأنا أقدر دلوقتي لو شغلت المحيط أهوت وأبدأ إن أنا أعلى بيه، أعلى بيه بسرعة، أقدر إن أنا أعمل جزيرة كاملة على شكل كلمة هاني. خلاص أنت بقى تعلى هو بالمقاس اللي يعجبك لغاية ما تاخد المنظر اللي أنت عاوزه. عاوز تعدل عليها ما تعدل عليها، هو الراجل قال لك لأ أهو أعمل سوفتنس في الحتة اللي أنا عايزها أهو. خلاص عاوز انزل هنا الحته دي، انزل الحته دي اهو، اعمل اللي انا عاوزه، بص براحتي اقطب الحته دي كده اهي. خلاص يبقى انا اقدر ان انا اعدل عليها كمان بالشكل اللي يعجبني. ممكن تكون مثلا انت جاي هنا ولقيتها انها لا دي والله عاوزه تنعم الحته دي اهي، انا اعمل الحته دي خالص كده اهي، ازود القوه بتاعتي وانا اعمل الحته دي. يبقى انا كده اقدر ان انا اعدل على المابه بتاعتي. طب لو انا عاوز اعمل العكس، عاوز احفر هاني، بص يا سيدي طبعا انت عملت فلات او ما عملتش فلات مش مشكله، ولكن احنا لو جيت عملت لود ورحت له طب انا عاوز اخد اللي بالعكس اللي هي هاني بقى هي اللي بالاسود، بص اللي هيعمل ايه، هو بدا يحفر كلمه هاني. طبعا الميه ماليه الكلمه، فهتلاقي اهي بص بدا يحفر كلمه هاني. طب هو ليه هنا واخد شامفر قوي كده؟ عشان انا عملت في الخامه دي، لو انت بصيت كده خلينا نكبرها شويه هتلاقيني عامل زي تدريج كده، تمام؟ اهو بص التدريج اهو، من الاسود فيه تدريج، التدريج ده اللي خلى فيه حتت طالعه ونازله كده، لكن التانيه كانت ابيض واسود فكان فوق وتحت. التدريج يبدا يديك حاجات طالعه ونازله كده كيرف يعني. وبالتالي انا هنا لو انا جيت عملت هاني بالطريقه دي فهيبدا يعمل لي برضو ارض كده فيها كلمه هاني، ولكن بص ناعمة كده، ده كان مقاس قريب. الكلام ده ينطبق على أي بقى لوجو، لو أنا عندي أي شعار كده، بص أهو في لحظة أنا عملت الدنيا دي. طب هو الارتفاع ده ينفع أتحكم فيه؟ أه، عن طريق إيه؟ إنك ما تدخلش هاني دي أو اللوجو بتاعك أبيض تماما وأسود، لأ إحنا قلنا الأسود ده الأرضية، طب لو أنا عملت يعني الكلام بتاعي بأسود 90% ايه اللي هيحصل؟ هيطلع لي حاجه بسيطه. طب تفتح فتح فتح، كل ما اللون بتاعي بيفتح بتطلع فوق خالص. فلو فرضت ان انا عملت اينو دي مثلا بلون رمادي شويه فهتلاقيها بص نزلت،
يبقى الفرق بين اينو، بص شايف دي واطيه اهي، عشان انا عامل هنا اينو هتلاقيها اللون الرمادي. طب الابيض بص هتبدا تعلى، يبقى الابيض ده عالي قوي جدا، كل ما هتغمق اللون كل ما هيبدا الارتفاع بتاعك ينزل. لو انت عاوز تحفرها فخلاص هي بتتحفر اهي، تمام. طب جات لك مكسره مثلا كده، عشان دي صوره برضو، خد بالك، اقدر بقى ان انا اعمل لها سموث، هي انعمها كده بالشكل ده اهي. وبعد ما نعمل الكلام ده كله وعجبني المنظر بتاعي ده اهو، عجبني بقى الشغل بتاعي ده، عاوز احفظ بقى الشغل المتنعم ده، اعمل ايه؟ هبدا اعمل سيف لاندسكيب، واسميها بقى هنا مثلا ايلو لاندسكيب مثلا نمبر 2 مثلا. فابدا ان انا لو عملت بلاتين دلوقتي كده وابدا اقول له لود، طب هيجي يقول لي عاوز تعمل لود لايه؟ هقول له والله انت تعالى مثلا هنا في الدي دي اس مثلا، او انت لو انت شايف كله خلاص احنا عارفينها انها كان اسمها اينو لاندسكيب 2، مجرد ما تبدا تعملها كده بدات انها تظهر لك. طيب خلينا نعمل فلاتن ونبدا نعمل لود لمثال تاني، هنقول له هنا اقول ايمجز مثلا كان اي ار. هنا مثلا كنت هبص عامل الارضيه دايما يا دوب اسود عشان ما يبقاش طلع بمساحه وبعد كده بدا يحفر لي اللوجو بتاعي، لا انا كده هبقى بص عامل ازاي المكان نفسه واخد زي تدريج اهو، بص تحس ان في جبل كان من الاسود فبدا اسود ابيض 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 ابيض، وبعد كده بدات ان انا انزل بالاسود فبدا ينزل يحفر تاني. طيب في مثال تاني ممكن ناخده، انتوا عارفين ان احنا ساعات ممكن عاوزين نعمل جبال بشكل معين، فبص انا مثلا هقفل المايه دي خالص. انا هنا لو نزلت كده طبعا بص المساحه كبيره جدا، انا عامل مساحه ضخمه قوي، تمام. انت جيت لو نزلت هنا هتلاقي الجبال دي، انا عملت الجبال دي ازاي؟ الجبال دي اهي صوره اهيت، نقفل صوت اينو دي خالص ولا هني ده، وهنبدا افتح لك المثال ده. انا جيت اهو بص عملت ايه؟ بدات ان انا اعمل مكان الاسود، احنا قلنا الاسود ده الارضيه، وكل ما هطلع بالابيض ده بيبدا يطلع وينزل حسب البامب اللي انا بعملها دي او التكتشر دي. طب هو بالمناسبه ولا هو انا لو جبت بامبا اصلا بتاعت صوره وحطيتها هنا يعمل ايه؟ تعالى تعالى بص يا صديقي، هنيجي هنا صريف لاندسكيب ونقول له لود لاندسكيب كده، فيقول لي ايه؟ اقول له بص انا كان معايا المكان ده، بص اطلع فوق بص هو على طول جسمه بنفس التكتشرز. لا بص انا لو قعدت سنه عشان اقعد اعمل الكلام ده مش عارف اعمله، تمام. فنعمل لود لاندسكيب تانيه، انا مثلا كنت عامل بنفس اللاندسكيب دي بس بدل البروز دي انا كنت عامل مثلا فلتر بلير، فسيحت الالوان في بعضها شويه، فبص اللي حصل ايه؟ الدنيا بدات تنعم، فاهم؟ فانا النهارده عن طريق ان انا جبت اللاندسكيب ديت وبدات ان انا احط المشروع بتاعي في المكان ده، فخلاص انا بص شايف المكان اللي مثلا بعمل مثلا فندق في المكان ده، نفس الجبال اللي انا كنت عايزها جبتها من الصوره التضاريس بتاعت المكان ده، وعرفت اجيبها مثلا من جوجل ولا حاجه. بالمناسبه طبعا انتوا عارفين ان احنا هنا في حاجه اسمها اوبن ستريت ماب، ديت لازم تكون انت شايل البرنامج، لان انا سالت السؤال ده النهارده، لازم تبقى شايل البرنامج عشان تقدر تستغل الساتلايت وتبدا ان انت تاخد الجوجل ماب وتبدا تختار المكان بالظبط ويبدا يطلع لك بالمجسمات بتاعت المكان. لو انت محتاج اول الموضوع ده لان انا سالت فيه النهارده، في برنامج تاني اسمه توين موشن. توين موشن هتلاقيه في بلاي ليست تانية عندي في القناه، ابدا افتح توين موشن، هو بما ان هو فري هو تبع انريل ففري، ابدأ نزله هتلاقيني عامل لك فيديو ازاي تبدأ تجيب الخريطة بتاعت المكان وتبدأ تطلع بالمجسمات بتاعت نفس المكان، نفس الشارع اللي انت هتبني فيه العمارة، نفس المكان اللي انت هتحط فيه الفندق، وكمان يعني هو اونلاين فهيجيب لك الخريطة بشكلها. وانا عملت قبل كده بتاع اللوكيشن، او مش فاكر الدرس ده نزل ولا لا، انك تظبط كمان اللوكيشن انت في المكان ده في الساعة دي بالتوقيت ده، فظيع صراحة التوين موشن في حاجات زي كده. فبما ان انت عاوز تعمل الرسمة دي حسب المكان بتاعك بالظبط، يا تشتري البرنامج، طبعا يعني احنا ما شاء الله هنا كعرب بنحب نضرب البرامج، فهتلاقينا 90% مننا معهوش البرنامج الاصلي للاسف. لو جبت البرنامج الاصلي عن طريق مثلا شغال في مكان والمكان ده خايف من اللايسنس والحاجات دي فبدأ يجيب برامج اصلية، فالف مبروك بقى انت كده هتعرف تعملها بسهوله. ما عرفتش بقى فيا تشوف لك برنامج تاني، يا تحاول تعمل زي ما احنا بنعمل كده، تمام. طيب
لو احنا قلنا اخر حاجه كنا بنتكلم ان احنا عملنا بلير للصوره دي، عملنا بلير ازاي؟ تعالى بس اوريك الصوره عشان تبقى فاهم بتكلم في ايه. الصوره دي فيها تفاصيل كتير قوي، خد بالك. فراحت هناك عملت الحواف الحاده قوي دي. فانا لو جبت كده من قائمه فلتر وعملت بلير، بدات ان انا اقول له الجيشن بلير ده، وبدات ان انا اقول له سيح بقى الصوره دي، ماشي؟ طبعا انت كده كل ما هتزود كل ما الدنيا بتنعم اكتر معاك. فانا عملت شكلين، عملت الشكل الاولاني اللي انت شفته من شويه ده، وكان في شكل تاني انعم قوي كمان الاخير ده. فبص الدنيا نعمت تماما، فانت لو نزلت في الارض كده هتلاقي بص الدنيا بقت انعم بكتير. المكان الفيديو بتاع النهارده كان بخصوص حته اللاندسكيب ديت، ازاي ان انا اعمل خريطه بمزاجي. فحبيت اوريها لكم، سواء كانت الخريطه ديت اسمك او صوره او لوجو، فيبقى انت عندك. اطلع بقى عشان احنا الموضوع طبعا احنا عاملينها ابيض، فابيض ده هيبقى عالي قوي. خد بالك من حاجه، هو بص انت مهما تديله مساحه، يعني انا جربت كذا مساحه، عملت صور كتيره بمئات. طبعا انا مدي هنا متر في متر، 100 سنتي في 100 سنتي في ريزولوشن 72، فاداني مساحه بنت اللذينه الكبيره جدا دي. ولكن في جايد كده هتلاقيه هو ده اخرك، انت مش هينفع تطلع بره الجايد اللي هو عامله اصفر ده. بص مش عارف هتبقى خايف ولا لا، في خطوط صفرة كده، ده الجايد بتاعنا، مش هينفع نطلع بالمابه بتاعتنا بره المساحه دي. وفي جايد احمر بعيد جدا ده، يعني مش هو مش هيوديك لك يعني من الاخر خلاص. الخلاصه كان درس النهارده هو ازاي ان انا، طبعا انت بص تلاقيه ماشي عشان المكان كبير يعني قوي، فانت هتعمل الخريطه زي ما انت عايز بالطريقه اللي تعجبك. تدخل بقى اي لوجو، اي مساحه، اي صوره لاي تضاريس انت عايز تحطها زي ما احنا عملنا كده. فده كان درس بسيط عن اللاندسكيب، رجعت لك اللاندسكيب القديمه وقلنا لك على شويه اسرار هنا في اللاندسكيب. فدي برضو مش هتلاقيها في معظم التوتوريال، دي حاجات بنقعد نعمل زي كان ايه بتاع غرائب وعلاء او غرائب وطرائف ده، لما بقول لك بنلف العالم كله عشان نجيب لك اهم حاجات واهم تفاصيل ونبدا نيجي نقولها لك هنا. فده كان درس النهارده، اتمنى لكم رب التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.